ايه انت قول لنا بقى، انت كنت متوقع ايه قبل 25 يناير؟ كنت متوقع اي حاجه من اللي حصل دي؟ من بدري، مش من قبل 25 يناير، من 10 سنين بالنسبه لي متاخره الحقيقه، لان انا من بدري مستني ده ومراهن على ده الحقيقه، ما عنديش كان رهان تاني. انا طول الوقت في حاله استنفار وعداء لفكره نسميها الفساد على كل المستويات، المستوى السياسي، المستوى الاجتماعي، المستوى الفني. دايما كان عندي حاله عداء كده للنوع ده، كنت بخش خناقات كتيره وشيع عني ان انا قصاص، كان كل الوقت رهاني على ده، على اللي شفناه ده. بس حب ربنا لمصر يعني هو اللي خلاها جت من اطيب حته فيها، مش من ثوره جوعه والا كانت اتدمرت البلد. ده معناه ان ربنا بيحب البلد دي. هي كانت هتبدا، كنت مستنيها تبدا في اي وقت، بس الحقيقه كان توقعي ان تيجي من ثوره جوعه، وبالتالي دي لما بيطلعوا بينهبوا نهب اللي ايه، انا ما عنديش يبقى انت ما عندكش، زي ما كنا بنشوف. فاما بتبدا باطهر ما فيها اللي هو فكره الشباب اللي مش ملوثين باتفاقات ولا بايديولوجيات ولا بانتماءات دينيه ولا ليه، طهره ونظيفه، اما يبقى طلعتها دول فربنا يبقى بيحب البلد دي. بس تحديدا على يعني الحدث اللي هو بتاع 25 يناير اللي كانوا كاتبينه على النت وقالوا هنعمل ثوره وكده، انت كنت متوقع ان خلاص هي دي؟ لا مش هي دي، انا عرفت هي دي من بعد تاني يوم. تاني يوم احنا رحنا، تاني يوم اعلنا تأييدنا ورحنا النقابه، قلنا ان احنا معاهم وهننزل معاهم يوم الجمعه العظيم. اتاكدت بجد يوم الجمعه العظيم، لانه خلاص اما المساله توصل لملايين اذا هي اللحظه الحقيقيه. طب وتابعت الموضوع ازاي؟ يعني قول لنا ازاي ابتديت تقتنع؟ مثلا في ايام كنت بتبات هناك. في بعض ايام بيت. انا قلت لك اوصف لنا يوميات صبري فواز من 25 يناير في ميدان التحرير، تشوفها تقول لنا وجهه نظرك. بالعكس، انا يعني وجودي هناك ما كانش ضغط، لان في النهايه دور الفنان اثناء الثوره ان يدعم نفسيا وان يعلن الموقف وان يحشد الناس للوقوف مع الثوره. انما دور الفنان الحقيقي يبدا بعد انتهاء فكره الثوره كحدث وبدايتها كمشروع. ده دور الفنان الحقيقي بيبدا من هنا، اللي هو من بعد 11 فبراير اعلان نهايه فتره من عمر مصر وبدايه فتره ثانيه. ده دور الفنان الحقيقي يبدا هنا، لان انت خلاص لازم الفتره اللي جايه يبقى ثوره حقيقيه في المجتمع، في الفن، في الثقافه، في الرياضه، في الاداره، في الشارع، في المرور، في الانتظار، تركب فين، تعمل ازاي، تخش غلط، لازم تبقى ثوره بجد عشان تكمل. يعني انا اخر حاجه كتبها النهارده على فكره ان الثوره ما خدتش، الثوره ابتدت. ده دور. ايه رايك في الفنانين اللي طلعوا اتغير موقفهم كتير بعد الثوره واثناء الثوره وقبل الثوره، سواء مع او ضد الثوره؟ كانوا مذبذبين في ارائهم طول الوقت، والناس اللي خافت تعلم موقفها بشكل صريح. هو اللي خاف احترم خوفه. تعظيم سلام، انا خايف خلاص، انا هتعمل ايه؟ لا، كل في الله ونفس الا وسعها. لما بتحترم قوه القوي نحترم ضعف الضعيف. فاللي خاف ما عنديش مشكله معاه، واللي سكت اهلا وسهلا بيه، واللي قال انا اؤيد حسني مبارك اهلين وسهلين بيه. مش تصور اي، عشان كل واحد يقول رايه بحريه، يقول ان احنا مع حسني مبارك هم حرين، لكن ما حدش يتطاول على اطهار الاشراف بكلام قليل الادب ومش محترم عشان خاطر بيظبط مصلحه مع حد او بنفقه. لكن اللي بتاع انا مع حسني مبارك اهلا وسهلا بك، قول انك مع حسني مبارك. لكن الناس دي ناس بتعمل، ناس بتخلي، لا، احترم نفسك واعرف بتتكلم عن مين. انت بتتكلم في اطهر واشرف ما فينا ومن فينا، دول اللي مدوا ايديهم حطوا نفسهم جوه في واحه المدفع عشان يفتحوا لنا باب للضي جاي كتير لينا ولعيالنا. طب ما يتقالش عنهم غير اتحطوا كحل في العين. طب ممكن حضرتك تقول لنا المره الاولى اللي نزلت فيها حسيت ايه ونزلت فين بالظبط؟ اول حاجه كنا في نادي النقابه عندنا، وكنت مصر على تسميتها الحقيقيه انها ثوره. ده كان يوم الاربعاء. انها ثوره يعني فعلا ثوره حقيقيه، ثوره شعبيه حقيقيه بداها شبابها زي اي حاجه في الدنيا بداها شبابها. كنت مصر على التسميه رغم كل وسائل الاعلام المصريه وعالميه على فكره كانوا يقول لك الازمه،
الأحداث الاحتجاجات التظاهرات لا هذه ثورة ثورة عظيمة كده ونزلنا الشارع يوم الجمعة العظيم اجتمعنا بالليل الخميس قررنا أعلننا بيان إن إحنا نؤيد مطالب الثوار وأولها إسقاط النظام كتبنا نصا كده ونؤيد المطالب ونعلن أنها ثورة شعب محترمة وشريفة وموافقين عليها ونأخذ معها ونزلنا ده كان بيان من الفنانين عشان يقولوا إن إحنا مع الثورة الحدث بقى إنك تنزل ده كان كل واحد هو حر فنزلنا اللي نزل واللي قعد في بيته قعد اللي سكت كل واحد حر برضو نزلنا وصلينا في مصطفى محمود يوم الجمعة العظيمة حاسس ان الشباب في الميدان برضو كان فاهمين وجهة النظر دي انها قلبت للكرنفال في الاخر وبقت التصوير والشو لا زي ما احنا ولا احنا عشان احنا في الوسط لا لا هي الفكرة انه من البداية الناس اتعاملت معها اللي في الميدان هم دول بادين معاك اتعاملوا معها انه وده كان السحر الحقيقي بصراحة في المباراة اهو احنا قاعدين هنزهق هنغني هناكل هنشرب نقوم نرقص شوية نقوم نهتف شوية وده كان سر سحر الثورة دي انها اتعملت يعني بمزاج والله يعني بجد يعني اشتركوا يعني على فيسبوك اللي هو الشعب بيلعب ثورة انا قلت الكلمات دي في الميدان والله العظيم يوم السبت اللي هو بعد الجمعة العظيمة قلت له المصريين احنا قاعدين براحتنا المصريين بيلعبوا ثورة يعني جاي على الهواء تبقى انت بتلعب بمعنى انه بتعمل حاجة على هواك ومستمتع بيها معنى كلمة لعب حاجة على هواك مش مسؤولية يعني حاجة على هواك ومستمتع بيها احنا كنا بنعمل ثورة بالمنطق ده عشان كده قلت بنلعب ثورة والناس جوه الإيمان الشديد اللي جواهم خلاهم تخطوا فكرة الغل تخطوها خلاص يا عم السيل اللي طلع ده غسل كل أوساخ وأدران مصر ما كان يسمى بالفتنة مش طلعت بكذبة كان النظام مسوقها عشان يفضل راكب على الفسنة وفكرة التحرش برضه طلعت كده وفكرة مش عارف إيه الحاجات الحلوه اللي جوانا يعني هي الحلوه موجوده بس هي عملت ايه شالت المازوت اللي كان بيتكب علينا من النظام ومن التاثيرات اللي حوالينا الخارجيه زي مثلا تفهمش الوهابيه في المجتمع والظلاميه والكآبه وتحريم الحاجات وانه كل ده اتكنس يعني الفيض النيل لما فاض نيل الثوره يعني تحديدا مش قصدي نيل النيل فاض فانكنس كل ده كنس كله فبقت صافيه بقت صافيه وانجرف الاوساخ كلها وفضلت الناس نظيفه ودي اميز حاجات والميزه الاكبر على المستوى السياسي ان الثوره وضعت كل تنظيم ونظام وجماعه وحزب في حجمه رغم تواجدهم في التحرير مين؟ اي احزاب او جماعات موجود حاسس ان هم مارسوا كل ضغوطهم وكل اتصالاتهم عشان يبقوا كل جماعه زبان هي الموجوده او هي اللي لها تاثير يعني اكتر على الشباب كان اكبر الفيض الشعبي كان اكبر بكتير من الالوان دي الحقيقه لدرجه انه فصيل زي الاخوان اكتشف ان هو مش هو نفسه اكتشف ان هو مش بالحجم بالضخامه هو نفسه اكتشف كده هم نفسهم فعلا اكتشفوا كده واحنا اكتشفنا كده يعني عارف في لي صديق سائر شريف وعظيم ومحترم شارك في كل مظاهرات مصر من ايام ما كنا في الجامعه في الثمانينات لحد الثوره الكبرى مفيش مظاهره في مصر ما حضرهاش وهو ملوش مصلحه شخصيه فيها يبقى ده راجل شريف اسمه صبري السمك حلو كل مظاهره وده ضيف دائم على امن الدوله بطريقته بقى فواز ايوه قال لي دي هي الثوره الكاشفه فعلا لانك جبت كله بحجم الشمس تضربوا على الناس فالحرق اتحرق عشان هو مسار ورق السيجاره ها واللي عليه معدنه نضيف وعليه حاجات تساحب كمان معدنه واللي ملوع واللي بيسرق خلاص كشف فعلا الثورة الكاشفة
يعني وده جمالها يعني. وده اكيد هيأثر على بعد كده في يعني في الساحه الفنيه او السين. في فنانين بقى في ما بينهم عداء وما بين الناس وحطوهم في بلاك ليست وقالوا مش يعني مش هنخش لهم افلام, مش هنشتري لهم شرايط, حتى صحفيين قالوا مش هنكتب اسمائهم وصورهم ولا هنزل حاجه عنهم. يعني شايف ده هيغير ازاي في الفتره اللي جايه في 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 المجال بتاعك اللي هو ممكن ما ياثرش في الفيديو ممكن على اعتبار انك في النهايه المسلسل بيبقى فيه 50 واحد محتاج ومتباع للقناه دي او دي او دي او دي, ففي النهايه هيتباع ان شاء الله القناه واحده بالنسبه للي لحقوا باعوا. انا قصدي اقول لك حتى اللي ما باعش لو راح دفع نص يعني خد نص الثمن وقدم نفسه انه يعني عشان يتباع وخلاص مش هيأثر قوي, النص تاثير, لكن التاثير الحقيقي هيبقى في السينما لانه في النهايه انت الفيلم الفلاني بتاع فلان بتاع علان بتاع فلان, ودي واحد بيلبس ينزل ياخد مواصله ويروح يدور على ركنه ويقطع تذكره ويخش لك دي اللي هتفرق. طب كان ايه رايك في فكره ان فنان متعود ان الناس تيجي تشيل بوستراته وتشيله على كتفه ويجي الميدان الناس تقول له اطلع بره وتقول عشان زي ما قلنا هي الثوره الكاشفه ان الناس بتحبك عشان ترجع لهم الحب ولا انت بتاخد بس يعني كل واحد حر بس كل واحد يتصرف تصرف وينطق كلمه يبقى مسؤول عنها. طب دلوقتي في مثلا شفنا في اليومين دول بالذات الفنانين والصحفيين اتقسموا اتجاهين في اتجاه منهم مع فكره المسامحه ان احنا هنسامح الناس اللي وقفت مع النظام والناس اللي عادت الثوره واللي قالت ان الثوار دول شتمتهم وقالت حاجات كده, وفي اتجاه تاني اتجاه المقاطعه اللي هو يا جماعه احنا مش هنخش افلام فلاني ومش هنسمع البومات علاني ومش عارف ايه, الناس اللي هم عادوا الثوره اعداء الثوره يعني اللي بيسموهم اعداء الثوره احنا هنقطعهم تمام. وفي ناس استنت لما في ناس عملت كده بعد كده طلعوا اتكلموا اللي هو طلعوا ورجبوا ودول بيطلعوا ينادوا هو ده اللي انا سميته بتوع الخميس والجمعه الاخرانيين 10 و11 فبراير دول يعني اهلا وسهلا بيهم بس ما انتش خلينا نبقى صراحه يعني انا اول حاجه كتبتها بعد نجاح الثوره غير طبعا ما اعلنت ان انا واقف في ميدان التحرير اول حاجه قلتها احييكم من اطهر بقاع الارض حيث اتنفس حريه واغني مع الملايين ساعه لحظه التناحي وبعدها على طول كنت رايي اول حاجه كتبتها بعد طبعا لازم اسجل الموقف بتاع التناحي انه اقول لكل البهلوانات الذين ارتدوا زي الفنانين ويطبلوا وزمروا للفساد والظلم قولوا لهم من موقع المنتصر اذهبوا فانتم الطلقان. اول كلمه كده. ان انا افهم ان ثوره يعني عداله. وعداله يعني حق وحقك، لو انت عايز تقول راي مختلف قول انت حر بس شيل تبعت رايك وانا لو عايز اقول راي مختلف بس هي دي الفكره يعني. عندي مشكله مع اثنين فقط من الفنانين نوعين مشهورين عامه يعني. النوع اللي قاعد يشتم في الاحرار الاطهار ويقول عليهم كلام ده عندي معاه موقف ده مش يعني ما ينفعش تسامح لان ده راجل تخطى حدوده ما لم يحفظ ادبه ويرمي المحصنات ويرمي الشرفاء بما ليس فيه. ده يعاقب. ايا يعني كان نوع العقاب بس ده يعاقب يعني يشيل شيلته. والتاني اللي هو جاي يقفز دلوقتي ويروح ينحت في فكره الثوره وفي دم الشهداء. انت جاي تنحت في دم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتموه؟ أنت جاي تتاجر بدم الشهداء عشان تتشهر شوية زيادة؟ ده إيه الحقارة دي؟ ده أنا عندي موقف ضده واللي شتم الأحرار عندي موقف ضده. إنما اللي يقول أنا مع حسني أنت مع حسني يا سيدي. ما أنت مع حسني لأنك مع حسني خلاص. أنت اخترت مع حسني أنت مع حسني. ستبقى ببقائه وستزول بزواله. مش انت اللي اخترت؟ اوكي ما ومش مانيش زعلان منك حقك ورايك يعني. لان الديمقراطيه الحقيقيه ان كل واحد يقول رايه لكن مش كل واحد يسيد رايه على الاخرين. ده الاصل في الموضوع. بس